مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم أعزائي نتناول في موسوعتنا وموضوع حقيقة ذو أهمية بالغة في الحياة الزوجية، وهو أنماط شخصية الأزواج في الحياة الزوجية. أزواج متسلطون يقابلهم زوجات خاضعات، وآخرون متسلطون يقابلهم زوجات أكثر تسلطاً. جفاف زوجي يقابله جفاف أو حنان. يعني هناك معادلات كثيرة لأنماط الشخصية الزوجية تنتج عنها إفرازات كيميائية، إما أن تكون سلبية أو إيجابية. فأي نمط من الشخصيات أنت يا عزيزي الزوج؟ وأي نمط من الشخصيات الزوجية أنت يا عزيزتي الزوجة؟ وإلى أي مدى تساهم بعض الكيمياء السلبية أو الإيجابية في تحطيم أو بناء الحياة الزوجية؟ هذا ما سنعرفه اليوم مع دكتور إبراهيم الخليفي، المتخصص في سيكولوجية النمو وتطبيقاتها التربوية. فلنرحب بحضرته. السلام عليكم دكتور، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل مباشرة المتابعة بإذن الله. أنماط الشخصية الزوجية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية بصفة عامة. فاصل بعدها نتواصل إن شاء الله. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد مباشرة يا دكتور إبراهيم الخليفي. دكتور إبراهيم، يمكن هناك معلومة، أو هذه معلومة حقيقة هامة جدا يفترض أن يعرفها الكثير من الأزواج، وهي كيفية التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة في الحياة الزوجية. بداية أعطينا فكرة إذا سمحت سيكولوجية على أنماط الشخصية في الحياة الزوجية ومدى تكافؤها أو عدم تكافؤها مع أنماط أخرى ذات صفات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهمة الإنسان في هذه الحياة مهمة ليست باليسيرة. صحيح، هي ليست بالعسيرة، ولكن لا يستسهلن أحد قضية الاستخلاف في الأرض، خاصة وأن الله عز وجل قد ميز الإنسان بالقرار وبالاختيار، وجعله فضله على غيره من المخلوقات المسيرة التي لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر. الإنسان أعطي ملكة الاختيار وملكة تحديد مصيره، ملكة تحديد يومه، ملكة تحديد مستقبله. وإذا هو أتقن هذه المهام و طور نفسه وزكاها ورفع من شأنها سيعيش سعيد. أكيد. وإن هو أهمل ولم يتعلم ويعني ساير طبائعه دون أن يتدخل بنوع من التطبع أو نوع من التدريب أو نوع من التدخل يعني التعليمي لها، فإن عاقبته ستكون وخيمة. طيب إحنا بما أننا كل منا هو صندوق أسود مليء بخصوصيات سواء من طبائعه أو مزاجه أو اختياراته، يصبح تلاقي الناس وكل منهم عنده محتواه الخاص تلاقيهم يحتاج إلى نوع من الذكاء في التواصل للتعرف على المقابل وإعداد ما يصلح له، أحيانا التنازل، أحيانا المبادرة للقيادة، لأنك أحيانا قد تبادر بشخص طبيعته مقود فيحسن أن تقوده، أحيانا تبادر بشخص طبيعته جافة فيحسن أن تتلطف معه حتى ما يتمزق الثوب. نقول الثوب ما ينشق بين عاجل ومينون، أي لا يتمزق الثوب بين شخصين أحدهما عاقل حتى لو كان الآخر متوتر أو أهوج. هذه الحالة من التفهم للذات أولا وللمقابل ثانيا هي ما نسميه بالتواصل. احنا اليوم نسمع ارقام مخيفه، وحضرتك كنا نتداول في الكواليس قبل البث خبرا بثته احدى المحطات عن بلد عربي ومسلم، يعني خبر يقطع القلب، يعني ان هناك طلاق كل كم اللي قالوا كل ثلاث ساعات كل ثلاث ساعات هناك طلاق في هذا البلد،
تراكميا هناك تقريبا حوالي 7 حالات أو 8 حالات طلاق في اليوم، اضربيها في الشهر يطلع يعني ننتهي في نهاية الأمر إلى آلاف. الرقم بالنسبة للإحصائيين يعني طرفة، ولكن الإحصائيين أقصد ما أقصد الإحصائيين غير مسؤولين، ولكن هو رقم من الأرقام اللي يمكن أن تكون غريبة ولكن تعكس واقع مخيف. أكيد. وسبب هذا الواقع المخيف هو عدم تقبل الناس لمبدأ التفاهم والتنازل والحوار، وخاصة في ظل العزلة التي نعيشها اليوم احنا ويعيشها أبنائنا، التي سببها غياب الأسر الممتدة وكثافة الشاشات الفضية اللي تسحب أولادنا وتحولهم إلى نوع من التفرد أو البداوة اللي أنا سميتها الإلكترونية التي تجعل الحياة الاجتماعية صعبة. من هذا الباب احنا حاولنا أن نتطرق إلى يعني جانب من جوانب الشخصية الزواجية، لأن كل زواج له شخصية. يمكن احنا سنفرد حلقات قادمة نتحدث فيها عن الجوانب الأخرى، ولكن سنتكلم اليوم عن أحد الجوانب، نستل يعني خيط واحد من الشخصية الزواجية، لعل الله عز وجل. وهذه المعلومة أنا لما أطرحها في الدورات التدريبية للإخوة الراغبين في تطوير ذواتهم الزواجية، في تطوير أنفسهم كناس قابلين للتواصل مع أسرهم، الحقيقة أنا أشوف أن أثرها يعني جدا مؤثر في الناس وجدا إيجابي. إيجابي. فحبيت أن يعني أشرك عزيزي المشاهد. نبدأ طيب والمستمع. أشركنا لو سمحت دكتور، وأعطينا فكرة على الأنماط الشخصية الزواجية. جميل. شوف يا سيدتي، خلق الله عز وجل الناس أنماط. لو أخذنا في جانب، في خاصية واحدة من خواص البشر اللي هي السلطة. ليس كل الناس راغبين أن يتسلطوا، أن يكونوا سلطويين أو أن يقودوا أو أن يأخذوا المبادرات أو أنه ما يتجاوزهم أحد. الله خلقنا نصين، نص متسلط ونص يقاد، يسمى خاضع. طبعا هي مو بالحدية هذه، يعني ناس أميلوا إلى عدم التنازل والاعتزاز بآرائهم وأخذ المبادرات، وناس أميل إلى الخضوع ويتباينون. في واحد يكون خاضع جدا بحيث أنه يقول لك قودني، وفي واحد يكون متسلط جدا بحيث أنه لا يسمح لنفس أن ينافسه، لفكرة في رأس صاحبها قبل أن تخرج أن تنافسه. سواء كان صحيحة أو غير صحيحة، هو كذي تركيبته يعني السيكولوجية بهذا الشكل. هو متسلط شديد في تسلطه، وهناك من هو يعني متطرف في خضوعه، ومعظم الناس يعني تجدهم فيها الصفة وسطيين، يعني عنده نوع من الخضوع وعنده نوع من التسلط. هذه صفة موجودة في البشر. الصفة الثانية اللي أنا ودي أخذها عشان أسوي الكيمياء هي صفة الود. هناك ناس نشأ في بيئة مستقرة، شبعان ريان منذ أن كان طفلا، تجده ودود، يعني ما يتوتر بسهولة، يستمع لك مهما كان الموضوع، يستمع يقدر وجهة نظرك، يفهم، عنده مصدة تمتص الصدمات، إغضابه ليس بالأمر السهل. هناك نوع آخر لا، جاف على طول، متوتر على طول، يشعر أنه أي كلمة يسيء فهمها هي ضده موجهة، يعتبرها كرامة مس لذاته. الحين أنا أبي أزاوج، أبي أجمع الصفتين وأصنع منهم حصن 10 أزواج. لو تصورنا أن زوجا متسلطا يعني أميل إلى القيادة وودودا في آن واحد، يعني هو متسلط ويستطيع يعني أن يجمع صفتين، ولكن حبوب يعني لطيف يعني قيادته لطيفة، يعني مغلف الحديد ماله بأغلفة من المخمل والقطيفة، فيقودك ولكن بيد ناعمة، ويصر على رأيه ولكن يعني بيود يدفع بالاتجاه الذي يريد، بيود حتى يخضعك وانت تضحك وتقول يعني انت عجيب يا فلان، يعني غلبتني بالشكل هذا. تزوج من امرأة خاضعة، يعني أميل للخضوع، لها رأي تقوله بعدين على طول خلاص، تقول اللي إذا نشوف كذا أمرك ما عندي مشكلة. وفي نفس الوقت ودودة، يعني تحسن الظن، لطيفة، ما عندها يعني سوء ظن، ما عندها حنونة، إحساس بالانتقاص، حنونة. هذه الزيجة مثالية، ولا إيش رأيك؟ أكيد عن متسلط ودود وعن خاضعة، وهو شو يبغي غير أنه زوجته تكون خاضعة لتسلطه، يعني لأنه تكلم عن رجل امرأة. نعم نعم
لحظه شوي، انا او العكس أو العكس او ايضا، امراه او وراينا رجل. نماذج العكس، نعم. ان تكون المراه قياديه وودوده ويكون الرجل يعني ابن حلال في القياده وما يناجلها، يعني ما دام شافها يقول امرك وفي نفس الوقت ودود. الزيجه بهذا الشكل عاده عمرها طويل، فيها يعني تداخل، فيها انسجام، فيها انسجام، نعم. لان واحد مستلم تكافؤ، فيها تكافؤ والثاني مسلم، نعم نعم، والاثنين ودودين، فعندنا مشكله. نجي للنوع الثاني لما يكون متسلط وودود، اخذ له واحده خاضعه ولكنها جافه. اي يعني لو امرها، لو امرها فانها ستناقشه قليلا ولكن ربما تتحلطم، احنا نقول يعني من داخل بجف يعني تطيع بس يقول ها ايش قلت يا مره مثلا ولا كانها مره تقول له ايش قلت، فيقول لها لا ماكو شيء بس شنو يعني، هو جاف ولكنه يخضع، يعني النمط الثاني جاف يخضع بدون مرغما، بدون ايوه بدون ارادته، بدون اراده يعني بدون حسن، بدون رغبه، بدون رغبه. هذا مره ثانيه، هذه كيمياء ثانيه. تصوري، خلينا نرجع للنمط الاول، شنو شكل اولادهم؟ شنو شكل الاولاد اللي اذا كان احد الزوجين قوي والاخر خاضع، يعني واحد قائد وواحد خاضع والاثنين ودودين. لو كان القوي رجلا والخاضع امراه والود هذا، فان الاولاد سيطلعون في بالهم الصوره التقليديه للاسره، رجل قوي وامراه يعني مطيعه. طيب لو كان العكس في نفس الاسره، يعني امراه قويه وودوده ورجل ودوده ورجل خاضع ودود، شنو شكل الاولاد حيصيروا؟ يمكن الذكور شويه يتضرروا، ما لم تجي الام يكون خضوع الاب احيانا فطري، وانا رايت نماذج بهذا الشكل، يعني الرجل المسكين هذا حده، والمراه تكون قويه ولكنها عادله بحيث انها تعرف انها قوتها لزوجها تستخدمها لدفعه لرفع شأنه، واولادها تعرف انها لو نشأوا وهم ابناء امراه قويه ربما اثر ذلك في نظرتهم للنساء او توقعهم للقوه في النساء، فتدفعهم مبكرا خارج البيت، تقول لهم شوفوا اخرجوا روحوا النوادي، روحوا اشتغلوا، روحوا كذا، روحوا اعملوا، تشجعهم ان يمارسوا حياه الرجوله الجزمه. وابن بناتها تحاول انها تعطيهم الحنيه والود، تعطيهم الحنيه والود وفي نفس الوقت ترفع من شان الرجال في اعينهم، حتى ما يروحوا بكره يعني ها يتعودوا على ان الرجل والله يسمع هو الخانع هو اي، فيروحوا يطيحوا برجل ها قوي فيتضاربوا معه. طيب اذا مهم جدا ان نفهم ما هي طبيعة شخصياتنا كأزواج والإفرازات التي وإفرازاتها ما ينعكس على الأبناء. طيب المتسلط الودود والخاضع الجاف أيا كان، يعني رجل قوي ودود أو امرأة قوية ودودة، نعم. اقترنت أو اقترن بشخص آخر يعني خاضع ولكنه جاف، لها كيمياء أخرى مع الأولاد، أكيد لها كيمياء أخرى، خاصة هناك نقيضين هنا دكتور، يعني المتسلط الودود يقابله إنسان على نقيضه تماما. لا العفو، هو خاضع، أن المناقضة في الخضوع زينة للسلطة، وأما المناقضة في الود اللي هو الجفاف بدأ الواحد يصبر عليها شوي. أيوة يعني هذا هو السؤال. أي بدأ الواحد يجفع. نعم نعم. أنا بسأل سؤال خطير، لو كان متسلط جاف تزوج من متسلط جاف، امرأة متسلطة، هذه نار، هذه هذا الزواج ما يطول، هذا نار بتلتهب في الأسرة، يعني هذا الزواج ما يطول جاف. وخليني أتكلم هنا كلمة يعني أسأل الله أن أكون مخطئ فيها، نعم، لكن هذا اللي قاعد أشوفه. أنا أعتقد أولادنا اليوم، أولاد 2008، أولاد القرن 21، نعم، لديهم من الجفاف ما يخيف، أي والله، ومن التسلط والأنانية ما يخيف، أي أيوة والله، نعم. وهذا اللي قاعد يقصر أعمار الزواج، نعم. هذا هو إجابة التساؤل ليش الطلاق نسبة عالية. نعم صحيح صحيح، وأيدك الرأي. سبب قصر أعمار الزواج أن الكل متشبث برأيه، وفي نفس الوقت ما حد قاعد يحط على الحديد اللي قاعد يحتك هذا شوية جريز، شوية يعني مرهم، مراهم، شوية أشياء تخففه، لوبريكيترز تخفف احتكاك، الاحتكاك. لذلك انت تستغربي انه زيجات تنقضي
في فترة عقد القران، زيجات شهر العسل. تنقضي خلال أول أسبوع، زيجات تموت خلال شهر العسل. ما سر هذا القصر؟ سر هذا القصر أنه نفوس جافة ونفوس أنانية متسلطة لا تقبل التفاوض، انتهى الموضوع. هذا نذير مخيف، ومن أجله احنا نطرح هذه القضايا، يعني من أجل هذا الموضوع احنا نطرح المسائل حتى نقول للناس يجب أن ينزل تدريس التربية الأسرية إلى المراتب، إلى يمكن الإعدادي. من الإعدادي لازم نهيئ الناس، من الإعدادي لازم نهيئ الأولاد والبنات إلى أنه ترى أكو جوانب في شخصياتكم يجب أن تكملوها، وإلا علاقاتكم المستقبلية ستكون في خطر. فرازات، من هؤلاء المتسلطين الجافين التي كثرت نماذجهم في الحياة؟ من أباء متسلطين جافين؟ بيئات مهملة، أمهات لا تعطي حنان، لا تعطي حب، ما تعطي حنان، تعطي جدية، تركز على بعض المواضيع مثلا كذا، وتظن أن الحب هو قسوة، الحب هو قسوة، هو احتكاك في تدريس، احتكاك في متابعة المسؤوليات، صيحة نجرة دائما، ها طيب نقد ناقد سوء ظن، بيئات جافة، صمت، صالة فيها صمت، كل واحد حاط الهيدفون ولا قاعد بداره، ما حد له شغل بحد. ايه بتشوفينهم الاسر مع الاولاد لما يجي يتكلم مع امه يتكلم يعني يمكن دقيقه بهدوء، وعلى طول ترسم نبرات الصوت في الاحتكاك، تمام؟ واذا تكلموا يتكلموا على اشياء ذات مصلحه انيه وانتهى الموضوع. بالضبط، نعم بالضبط، يعني المصالح واضحه ماديه وانيه. هذا 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 نمط مخيف، متسلط الجاف، يعني متسلط الجاف وهو المسؤول عن هذه المؤشرات العاليه. طبعا هناك متسلط جاف ومتسلط ودود. نعم، تصوري واحد متسلط جاف والثاني متسلط بس مؤدب حبيب لطيف، ما ادري عن هالزواج، ايش رايك؟ يطول؟ والله المتسلط الجاف معه متسلط ودود ممكن يطول شويه، افضل على الاقل شويه متسلط الجاف الى والمتسلط الجاف. احنا ندرس هذا الفصل، هو موجود في كتابنا سيكولوجيه الاسره والوالديه. خلاصه البحث في هذا الموضوع انه اي متسلط مع أي متسلط مع إصرار كلا المتسلطين على رأيه نذير بقصر عمر الزواج. إذا المشكلة والقضية في السلطة، في السلطة، في السلطة، ليس في الود والجفاء أبدا. طب هنا الود ألا يطري مثلا، إذا جاز التعبير، يعني ألا يطري الجو قليلا؟ لا خلي أقول لك، إذا كان متسلط ودود والآخر متسلط جاف، لا هذا متسلط الودود بوده ألا يستطيع أن، حاضر خلنا نعطيك اللي هو النموذج اللي بعد ذلك، اللي هو المتسلط الودود مع المتسلط الودود. لا سايحة العملية، لا مش سايحة، لا هذا أنا وزوجتي وأنت وزوجك. نعم طبعا، نعم لما نكون احنا ناس عندنا شويه خبره في السيكولوجي وعندنا كذا، ولكننا قياديين، ولما جينا نتزوج زوجنا قياديات، صح، ها وهو قيادات مؤدبات، صح، اي تعال شوف شلون ترى احوالنا ايضا ممكن تكون متعبه ما لم يكون الواحد يمارس نوع من الصبر. شو تقصد قياديات مؤدبات؟ يعني مثلا بنت تثقفت وعرفت ولها راي ولها حكمه وكل حاجه، اقنعني وناقشني وتعال قل لي وليش وما ليش وكذا. انا رجل نشات مثلا في بيئه تقول ان الرجل اذا قال ها يطاع، وانه كثره الربربه ما فيها خير، وكثر الكلام احيانا ما يجدي. انا الحين بجي بسافر ولا بطلع ولا بكذا، لحظه شوي ما لم اجي وكثف من الضغط على نفسي علشان بوعيي اخفف من التسلط لصالح الشورى، لصالح التنازل احيانا، لصالح اعطائها بعض الصلاحيات علشان تقود وتشبع حاجتها للتسلط، ها هو يمكن الود هو اللي يحفظني لا اخرج عن طوري. زين، ولذلك هو المتسلط الجاف هذا بايعها لانه ماكو ود، ما عنده ود، ما في ما في حنيه، ما عنده ما في تراوى على اخوه، ما في سجين، نعم طول يختنق. نعم، لكن مره اخرى هذا ايضا فيه نذير انه احيانا المثقفين اللي يتزوجوا من بعض زيجات اختاروا بنات الناس وكذا، يقول لي يا اخي انا انجن، او تقول لي يا اخي انا ما اعرف هذا الرجل بارد، هو مش بارد، هو مصر على رأيه وقاعد يضغط بما يريد باتجاه، وبدها إياها تتنازل. أحيانا هي تأخذ التنازل على أنه إهانة وانتقاص للناس، فندخل في شيء يهدد الزواج وقد يقصر عمره. هذول يفاجئونك هالنمط هذا، أنه يتمون 20 سنة متزوجين
25 سنة متزوجين، بعدين فجأة يصير في انكسار، تنكسر حلقة ويمشون، يمشون بتفاهم. هذا أي نموذج بالضبط؟ اللي معلش، هو المتسلط الودود مع المتسلط الودود، هذا ممكن فجأة يتكسر. إيه، لأنه هو مش راضي، يعتبر التنازل عن سلطاته نوع من الذل، وعنده حد معين للنزول، إلى حد معين، إلى حد معين ثم يقف. شوفي، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان قيادي أكيد، وكان سيد الودودين وقائد البشر وسيد، فلما ونساءه من كرائم العرب، أكيد من كرائم العرب، من كرائم البشر، لأنه يعني ماريا قبطية ليست عربية، من كرائم البشر. لما تجي إلى مواقف صلى الله عليه وسلم وكيف صبر الصبر الشديد، ليش؟ لأنهن كذكيات أحيانا، يعني يقعن في بعض يعني بعض ما تقع فيه النساء من غيرة ومن كذا، وبعض الأشياء التي القرآن ذكرها في سورة التحريم زين، وفي سورة الأحزاب، تجدين أنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يصبر صبر طويل حتى لا ينهي الزواج، حتى لا ينهي، وقد أنهى الزواج من حفصة، طلقها، فنزل جبريل عليه السلام وقال له ارجعها فإنها زوجتك في الجنة، فأرجعها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر ربه. لأنه مرة أخرى لما تأخذ واحدة قيادية ودودة ولله المثل الأعلى، زي احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نذكر حياته لأنه كتاب مكشوف نعم لنا نعم، أحيانا يصل الرجل إلى حد أنه يقول لك أنا ما أقدر، ما أقدر أتحمل هذا الوضع مع هذه المرأة التي هي مصرة على بعض الأمور، وهي قيادية وقوية، هو أخذها لأنها قيادية أصلا، لأنه بده أولاده يطلعوا زينين، ولكن حاصل الإصرار دون تنازل. بعد طبعا ضيف لسوء الظن، ضيف لشوية الخلفيات اللي احنا مختلفين فيها، كل هذا حله التفهم والتفاهم. طب معلش أوقفك قليلا، أمري ما يمر عليك عدو إن شاء الله، لكن في هذا النموذج متسلط الودود والمتسلطة الودودة أو العكس، إيه هم الاثنين، ما فيش عكس، هم الاثنين نفس الشيء، ما فيش عكس. يعني الود هنا يلين، ما يلين، ما يضر، لا شوفي، ما يضر. هم ربعنا يقولون كل عاصي وعلى الزمان يلين، بس هذا مو صحيح. العاصي إذا أصر على أنه يكون، أقصد أنه مش عاصي، حاشا يعني القيادي ليس عاصي، ولكن لما يقول لا أريكم إلا ما أرى، هاي مشكلة، لا أريكم إلا ما أرى، أنا مصر على ما أريد أنا أن أريكم إياه، وهي تقول أنا اليوم حسنك. لكن هو شو الحل؟ الحل هو توزيع السلطات، توزيع السلطات، هي تأخذ مناطق ما يتدخلوا فيها، يدخل لها باستئذان بوعيه وبوعيها. يعني مثال تربية البنات خذيها، أنا لي ملاحظات. تربية الأولاد بالذات عند سن معين خذها أنت، بس أنا لي ملاحظات. المنطقة الفلانية يقول لها أرجوك لا تدخلي، إذا دخلتيها تسبب لي حساسية، يعني لا تدخلي فيها الأمور، لأني بعتبر أن هذا يعني دس أنف فيما لا يجدي، واخري عنها شوية. هي تقول له أرجوك أيضا المناطق هذه ترى لما تدخل فيها أنا أشعر بالتوتر، فأرجوك هذه خصوصيات تحترمها، أرجوك بأدب ولا ما يكون، ما يناقش وقت الغضب، يناقش وقت الهدوء. حتشوفي أنه مع المدى توزعت مناطق السلطة، كل مارس السلطة كما يريد، يصير يفسح المجال للود أنه يزود، لأن السلطة وزعت. لكن لما القضايا غير معرفة والمناطق غير معرفة والأدوار غير معرفة، والكل يعتقد أنه هو يملك المبادرة في أي موضوع من مواضيع الزواج، حتى لو كان يثير حساسية الآخر، لأنه يلا من باب الود أنا أمون يعني، أنا يعني أملك حبي له ومعرفته ومعرفتي بحبه لي يؤهلني أني والله أتدخل في تلك المنطقة دون استئذان. لا، وكل واحد يحاول يكسر الرأي الثاني، مش يكسر، صدقيني هم ودودين، أو هو يفرض، أو بالضبط، أو يفرض على الثاني. إحنا نقول يتليقف، 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 إيه من لقافة جاي، خلنا نقول منطقة ساخنة جدا فيها القضية. هي قيادية وتملك القدرة أنها تتخذ قرار مالي صرف، تكلمنا عن الصرف، إحنا أفردنا حلقة للصرف، ستأتي يعني إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله تعالى في الصرف. تجي هي تأخذ كمية من مال الأسرة، يعني كان سواء مالها ولا ماله، باعتبار أنه هذا مال مخصص للأسرة، وتصرف. فهو عنده في الصرف عنده قضايا معرفة ويعتقد أنه اتفق عليها. هذه المبادرة يا ستي منها كفيلة بأنها تشعل بينهم شرارة.
كثر الدق احنا نقول يفك اللحام، يفك اللحام مع الوقت، مع الوقت مره مرتين ثلاث يشعر الاثنين بانه الوضع ما عاد يطيب، لان انا ما زلت انا امراه قياديه ولي كياني ولي كذا، وهو الرجل له كيان، واحنا قاعدين نحاول احنا نتقرب، بس احنا كيانين مستقلين وعند نقطه معينه احنا والله ما الله قسم سبحانه وتعالى ونتفق على الاولاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا رايته انا بعيني، رايتها ناس تسالهم يعني وقت بالضرورة الطلاق. بالضروره كل احنا ما ادري، واحنا وقفنا عليه هذا النموذج، يمكن حتى لا نريد ان نتكلم على كل النماذج في ان واحد الان، لكن هل بالضروره تنتهي القصه؟ يعني تنتهي عند نقطه معينه او تستمر الحياه بغصه، او يصلان الى القرار الذكي وهو توزيع السلطات. جميل. وممارسه السلطه بكل مشروعيه، وتبقى مناطق الاحتكاك قليله يتم التفاهم معها، يتم التفاهم عليها بجلسات ود، شاي مثلا، ها طلعة، جلسة أنس، يتم التفاهم على مناطق الاحتكاك. طيب خلينا ناخذ مكالمات. تفضل ليست. ونعود بعد ذلك إلى بقية النماذج. خلصنا تقريبا خمسة أو أربعة. عندنا خمسة ثانية بنخلصها. سهلين الباجي. وبنشوف علاج كل شخصية حتى لا تنتهي. ما في علاج، في مقترحات. العلاج عند أو البشر. أو توصيات. هم يختاروا. عندنا وصية. بالضبط. توصياتك حتى لا تنتهي إلى طريق مسدود. إحنا لا نريدها أن تنتهي إلى طريق مسدود، لأنه النماذج هذه موجودة في المجتمع. نعم. حقيقة. ناخذ أم محمد البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ دكتور معك، استفضل. حياك الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنا عندي بنتي عمرها الحين 10 سنوات، وأحين ثاني هي من قلة تركيز وانتباه في الدراسة، يعني وايد أحصل صعوبة لما أدرسها، ما تحب تدرس بسرعة أو تركز معي. وهي بعد أصلاً ما نطقت بسرعة. كم عمرها؟ الحين 10 سنوات. 10 سنوات. أنت تدرسينها؟ أي نعم. أنت مدرسات الفصل يعني؟ لا 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 لا، انا درسها في البيت، هي تروح المدرسه. تروح المدرسه وتدرس في البيت بعد؟ يعني ادرس الواجبات، قصدي الواجبات تدرس، ذاكر لها يعني، ذاكر لها الواجبات تدرس، يعني لما احلها الواجبات انه يعطونها. انت تحلين الواجبات؟ لا هي تحل الواجبات، بس هي يعني تركيزها جدا قليل. طبعا ما دام امها معاها ليش تركز؟ ما تقدر تحل بروحها هي. طبعا ما دام امها معاها ليش تحل بروحها؟ أجاوبك بعدين، هاجي لقطت السؤال. إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الرد. أم هزاع من أبو ظبي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت أشارك لو سمحتي، ممكن أكلم الدكتور؟ إي تفضلي دكتور معك. مرحبا دكتور. حياك الله. دكتور أنا صراحة كنت في بداية زواجي وايد متساهلة. ما أدري شو سميتها. إي ماشي. منقادة، خاضعة. ايوه ماجوره ان شاء الله. اي بعد 14 سنه زواج استويت متسلطه وغير متساهله. زين. وهذا الشيء يعني متعب بالنسبه لي، لان انا انتقلت من شخصيه لشخصيه في الاونه الاخيره. شلون كيف؟ والله حسيت ان حياتي مش ماشيه مثل ما اريد، وبغيت امسك زمام الامور، فكان لازم اخذ هاي الخطوه واغير شخصيتي. بس هذا الشيء متعب جدا بالنسبه لي، لاني اريد اكون يعني قياديه، بس ما اريد اكون متسلطه، اريد اكون دبلوماسيه، مش عارفه كيف الطريقه. المقابل شلونه؟ المقابل والله متسلط متزمت الحين، يبدا يخضع شوي شويه. شلون الود وياكم؟ والله ودودين ولا فيها؟ لا الصراحه لا. زين. كهرباء. كهرباء. طيب يا مهزع تسمعين الرد بعد قليل. شكرا. ناخذ ام محمد من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ام محمد من الاردن. اهلا وسهلا. مشاركه دائمه معكم ان شاء الله. الله يجزيكم الخير على كل ما بتطرحوه. انا بدي احكي تجربه سابقه، هي بس هو الدكتور حكى انه في نماذج يعني حتى لو طالت فتره الزواج غالبا تنتهي يعني للاسف. احنا يعني بعرفش، انا يمكن اكون متسلطه بس لست جافة، لكن اللي مقابلي كان متسلط جاف، عنده داء البخل وغير متدين. حاولت يعني عشان ما يقولوا الناس مطلقة، حاولت 18 سنة كاملين حتى أقيم الأسرة بما يرضي الله عز وجل، لكن لما كبروا الأولاد بلش هو يعودهم على معصية الله عز وجل، ما تحملت فتركت، يعني طلبت دعوة خلع وتركت من سنتين.
أنا اللي بدي أحكي إنه أنا كنت عارفة إنه رح ينتهي هذا الزواج بيوم من الأيام، وكنت عندي إحساس كتير قوي إنه أنا لا يمكن أستمر مع هذا الشخص حتى إني بس أربي أولادي. لكن لما حسيت إنه هلأ أنا يعني من سنتين أولادي عم بقدر أوجههم أحسن من لما كنت جوا البيت، الحمد لله رب العالمين، لأنه بطل يعني هو تأثيره بكل موقف أو بكل تصرف أنا بعمله كنت معهم، يعني هو كان يهدمه. للأسف يعني كان لازم ينتهي هو الزواج، وأنا بعترف طبعا، وهي يعني عشان هذا بقول إنه تصديقا، كان اختيار خاطئ. عذرا يعني أم محمد، هذا تصديقا لرأي الدكتور عندما قال المتسلط الودود مع المتسلط الجاف يعني الحياة تنتهي عند نقطة مو معينة. بشكل عام، مكون عامل التسلط نذير بمهدد لطول الزواج. شكرا يا أم محمد، الحين شكرا تسمعين لكم. تعليق، الله يبارك فيكي. أبو محمد من ألمانيا. أبو أحمد، السلام أبو عليكم. أحمد، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، أشكرك وأشكر الدكتور على هذا البرنامج الجيد. الله يبارك فيك. عندي 3 أسئلة لو سمحتي. السؤال الأول، بالنسبة لظاهرة السرقة عند الأطفال، يعني عندي أبناء أختي يعني كبار، يعني 17 سنة و13 سنة، يدخلوا المحل تبع يعني جدهم وياخذوا أموال من عنده بدون ما يشاوروا، مع العلم أن الأطفال يعني في الدراسة ما شاء الله، يعني معدل 16 17 يعني 17 سنة في الدراسة وطفل. ما شاء الله. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني كيف نعالج ظاهرة عدم التركيز عند الأطفال الصغار؟ نعم. السؤال الثالث يعني انه لو ان الزوج يعني يكون ما يقدر، مرات الزوج يكون يحب زوجته بجد يعني، لكن عنده يعني عدم اسراف في الاعتراف بالحب هذا للزوجة، يعني بس حب داخلي، لكن انه اظهاره مرات يصعب عليه، يعني بحكم يستحيل تربية يعني الزوج، يعني يستحيل، يخجل مرات كثير اشياء، يعني ما يقدر يستحيل يعترف بالاعتراف كلاميا يعني، يستحيل لكن ام فعليا يصعب، قادر. فكيف يعالج هذا خاصة مع يعني حاضر. إصرار الزوجة أنها يعني دائما أنت ما تقدر أو أنت ما تحبني أو أنت ما كذا، في هذه المسألة يعني. اسمح لي بس، اسمح لي، هو يستحيل يظهره ولا يصعب عليه؟ لا، هو ليس يستحيل، صحيح، إذا يقدر لكن يصعب عليه. يصعب يعني يقدر؟ هو يقدر، نعم. خلاص، إذا يقدر زين، معناه هو لا يريد. لا، هو يريد. لا يريد، لكن ممكن دكتور سم يعني سم في بعض الحالات ان الانسان حتى تربيتنا يعني تربيه ما له مال تربيتنا اخي، قراراتنا خاصه بنا، الله سيسالنا عن انفسنا مش عن تربيتنا، صح؟ صح؟ نعم، الله يسالنا عن انفسنا، نعم سيسالنا عن انفسنا بس، خلاص. وهذه هو الحياه، ايش الحياه؟ جهاد. ايش هو الجهاد؟ مغالبه طيب، الطبائع، لكن مغالبه لكن الخلفيات. المسألة هذه هل ممكن تيجي تدريجيا أو تيجي يعني ما أعرف، أنت إيش تبي؟ تبيها تجي ولا ما تبيها تجي؟ لكن أنا أتصور هي تجي تدريجيا يعني. أنت تريدها أن تجي؟ تريدها أن تأتي؟ نعم. اشتغل عليها. طيب. طيب. يسمع الكلام. شكرا يا أبو محمد، بارك الله فيك. ناخذ أم محمد من عجمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. لو سمحتي بغيت اتكلم دكتور خليفي. معك دكتور خليفي، تفضلي. لو سمحتي اخوي عندي بنيه عمرها 3.5 تقريبا يعني، لين الحين ما تتكلم، طيب. كلمات بسيطه مثل ماما وبابا. طيب شيء سيدتي، شكرا، بارك الله فيك. أنا قبل أن نرد على الأسئلة اللي هي خارج إطار الحلقة، حقيقة سوف أبدأ إذا سمحت لي بالأسئلة التي سئلت في إطار الحلقة. خلينا نبدأ بأم محمد من الأردن ونقل تجربتها على الهواء. تقول بعد 18 عاما من الزواج انفصلت لأنه هو أخذت قرار عاقل. بالضبط، هو متسلط جاف وهي متسلطة غير جافة، يعني أخذت ودود. قرار عقلاني، هي أخذت قرار عقلاني. القرار دائما، القرار في من يؤيده ومن يعارضه، وهي وجدت لما أخذت القرار هناك من أيده وهناك من عارض، أكيد. بس هي رأت أنه المصالح اليوم، عادة نحن نسأل أنفسنا هالسؤال، هل الزواج، شوفي، هل الزواج مصالحه أكثر من مفاسده فيستمر، أم الطلاق
مصالحه أكثر من مفاسده فينفذ. أيوة. ليس شرطا أن مصالح الزواج هي مفاسد الطلاق، وليس شرطا أن مفاسد الزواج هي مصالح الطلاق. هما قضيتين مختلفتين. يعني دائما في التحليل احنا نحط الطلاق، نعم، نقول الطلاق ايش المصالح لو تم، ايش الطلاق هنا، ايش المصالح لو تم، ايش المفاسد لو تم، استمرار الزواج ايش المصالح لو تمت وايش المفاسد. في طريقه للتحليل بعد ذلك احنا نطلع نصل الى القرار. انا اعتقد هي بمنطق كما سمعت منها وصلت الى انه استمرار الزواج مع وجود مخاطر للطلاق ليس طيبا فاخذت قرار. وانا اعتقد يعني هي تقدر، انا ما اقدر اعطي قيمه لقرارها صح ولا غلط، هي تقدر، بس يبدو ان الناتج كما ترى ان مزيد من الاحكام لبيئتها، مزيد من الصلاح لابنائها، مزيد من الراحه النفسيه. وايضا هي لاحظي ان اللي كان مهدد او مخوفها من قضيه الطلاق وكلام الناس، اعتقد انها تحررت من كلام الناس فبدت ترى، يعني اصبحت بصيره في ماذا. انما هذا يبدو لي انها وصلت الى نقطه لا عوده، يعني وصلت الى نقطه انه الطلاق هو حسبتها. بس لاحظي هذا النوع القيادي، هي امراه سلطتها قائمه والزوج سلطته قائمه وما في تفاهم فحصل الانفصال. نعم. ام هزاع من ابو ظبي تقول بعد 14 عاما تغيرت من خاضعه الى متصلفه. لاحظي ان ام هزاع ما اعطتنا التفاصيل، يعني ما اعطتنا ما السبب، هل هو مثلا، هي طبعا ام هزاع واضح انها تبي لهذه الزيجه ان تستمر، قالت لازم امسك بزمام الامور. بالضبط، واضح انه في فلتان معين فهي اخذت المبادره. احنا نوصيها بالود، بس نقول لها متغير الود، يعني خاصة أنك ذكية جدا، يعني أنت كنت لما كنت خاضعة كنت خاضعة بوعيك، لأنه ما في إنسان خاضع بالطبيعة يصير متسلط بسهولة. أنت يبدو بوعيك وحسب تربيتك وحسب توقعات المجتمع من الأنثى أخذت دور يعني المرأة الخاضعة، ولكن عند نقطة معينة احتجتي أن تفتحي صندوق العدة وتطلعي مرة ثانية لبوس القيادة وتحطي التاج ها وتقولي أنا الآن سأخذ المبادرة. أنا أعتقد اتقي الله فيما أنت فيه، وأنت إن شاء الله من العاقلات، وخذي حقك. وأنا أعتقد يعني اتقي الله بمعنى أوصيك بتقوى الله عز وجل أن ما تتعسفي، وكثري من الود، وقودي الأسرة إلى الصلاح. وليس عيبا اليوم، ليس عيبا لا اليوم ولا دوم أن تكون المرأة هي القائد لأسرة، يعني ظل أحيانا واليها أو سفها واليها أو ضعف واليها أو أحيانا غاب واليها، فإحنا نحتاج دائما إلى الكوبايلوت أو الطيار المساعد أن ينزل الطيارة أو يطيرها بهدوء ينزلها بهدوء. طيب يمكن حالة بهزات يعني تقودني لسؤال دكتور إبراهيم، تفضلي. وهو بالنسبة للنماذج إلى حد الآن إحنا قلنا 5 نماذج وبنتواصل إن شاء الله، ممكن في أي لحظة من اللحظات في نتيجة قرار معين انه يتغير النموذج؟ أي والله. من صفه الى صفه اخرى. وحاقول لك وين الغرابه فيه، الغرابه ان شخص متسلط يتحول الى خاضع بوعيه، لانه حيجلس جلسات مع الود. أيه. مع الود يجلس جلسات مع نفسه او مع عاقل من اصدقائه، خاصه ليش انا اوصي بالصديق الصدوق، فيقول له ترى يا فلان او يا ابراهيم او يا علان او يا ترى يباسه راسك ما بتوصلك لشيء، ما قاعد تخسرك انت ما تشوف. فيروح هو بوعيه كذا ينزل ها الى ان يبدا بوعيه يتنازل عن اشياء ويبدا يفوض. طيب لكن مره ثانيه الصديق الصدوق، لان اللي يسمع صدى نفسه، وين الخطوره؟ الخطوره ان الانسان يدخل غرفه مرايا كلما نظر راى ذاته، طب ما في احد قادر ينفذ له بنصح ولا بتوجيه ولا كذا، هاي مصيبه. هذا مصيبه ايضا هذا الزمن اللي هو التفرد الممجوج والبداوة اللي احنا سميناها الممجوجة، من بدا فقد جفا. زين، والجفا يعني جفة، يعني صار 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 جاف، صار ما فيه الطراوة، ما فيه الود المطلوب، القسوة. تمام. وسبب ذلك هو العزلة، واحيانا الأنانية، واحيانا الاستماع الى صدى الذات. فنعم نعم، ممكن الانسان يكون يتحول من خاضع الى من متسلط الى خاضع بوعي، ومن خاضع بوعي إلى يستعيد سلطته بوعي،
وبالشكل هذا يعني القضية فيها تعلم يعني. طيب دعنا نكمل النماذج قبل أن نرد على بقية إن شاء الله في نهاية الحلقة بنرد على المكالمات التي وصلتنا خارج إطار الحلقة. عندنا طبعا المتسلط الجاف مع الخاضع الودود. متسلط جاف يعني واحد متسلط وجاف يعني عنده قاسي عنيف متسلط. لا يكفي المتسلط وعنده واحد خاضع ودود تمام يملي عليه والثاني بوده يطيع وهذه ممكن تطلع أولاد يحبون الخاضع ويكرهون نموذج المتسلط بسبب الجفاف. يعني لو كانت المتسلطة أم وجافة والأب يكون حنين وخاضع الأولاد شوفهم يميلون لأبيهم ونماذج البنات هتطلع قوية ونماذج الأولاد هتطلع نافرة وتبحث عن نساء قويات. ولو عكسنا لو كان أب متسلط وجاف وأم خاضعة ودودة الأولاد حيحنوا على أمهم زين ويكرهوا شيء في نموذج الرجل في أنفسهم أن يكونوا متسلطين فيميلوا إلى الديمقراطية المتسيبة أحيانا معهم. طب ألا يستغلوها عند نقطة معينة دكتور أولادها في هذه الحالة عندما يروا أن الأم هي الخاضعة الودودة والأب متسلط جاف؟ وارد ممكن يستغلوها يلو ذراعها. وارد أنه أي يمكن وارد أن الأولاد سيزيدوا يكتسبوا من الأب نموذجه ويبدون يؤذون أمهم زين ويهينونها ورأينا ذلك. طبعا الخلق هني الخلق هي أتكلم يعني لما تكون أسرة خلوقة في هذا حال ولما تكون أسرة غير خلوقة ممكن الأب هو اللي يشجع أولاده أن يهينون أمهم يعني. طيب هذا نموذج طيب. النموذج الذي يليه عندنا أيضا متسلط جاف مع خاضع جاف يعني لك أنت تصوري المهم عندنا أيضا خاضع جاف مع خاضع ودود هذه شوربة. لا رجعنا لو سمحت متسلط الجاف مع خاضع الجاف لاني احاول ان ارسم صوره هالشخصيه هذه متسلط الجاف زين مع خاضع جاف يعني واحد يامر والثاني يطيع بس يا اخي بينهم دائما احتكاك يطيع بمضض وهذا يامر بقسوه بيئه يعني منفره الاولاد حيهربوا صراحه او يطيع ويروح يتكلم من وراه ويتكلم عليه ويربي اولاده يطوروا نفاق ايضا يطوروا حتى يهربوا من تسلط الاب يطور الأولاد أحيانا طبقة غير مرئية من مسايرة الوالد حتى يمشوا حالهم بس عندهم شخصيات أخرى في مكان آخر يعني والجفاف هو اللي يمنع الأولاد أنهم يبيحوا بمكنونات الصدور لأحد إلا في الخارج والبيئات هذه تخرج أولاد معرضين للانحراف معقدين للانحراف سواء كان انحراف نفسي أو انحراف سلوكي من أي نوع مخدرات خمور مغازل بويات جنس ثالث يعني سمي ما شئت من الانحراف الجفاف ينفر الأولاد متسلط والتسلط يعطيهم أحيانا قوة في أنهم يكونون شرسين في فسادهم تصوري لا رحمة قلبهم سير يكون يابس تعلم عن قسوة قائد في الفساد ايه؟ لأنه تعلم تربى القلب ردة فعل وعنده ردة فعل من المجتمع فيبدأ ينظر عادي يبدأ يقود يبدأ يقود يبدأ يؤذي المجتمع يعني اي نعم. طيب احنا ناخذ فاصل اعلاني ونكمل بقيه ثلاث نماذج تبقوا وبعدها ان شاء الله بنفتح تحليل نفسي اجتماعي لهذه النماذج في مجتمعنا ان شاء الله. دكتور ابراهيم مشاهدينا الكرام نتواصل مباشره بعد هذا الفاصل وهذه الحلقه الخاصه عن انماط الشخصيه في شخصية زوجية في الحياة الزوجية طبعا لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذه الحلقة موسوعة الأسرة نتواصل فيها مع دكتور إبراهيم الخليفي وأنماط الشخصية الزوجية. طبعا حضراتكم لكم مطلق الحرية للاتصال بنا طبعا على أرقام المدونة أسفل الشاشة ولكن أطلب من حضراتكم طبعا أن نلتزم جميعا بموضوع الحلقة لهذا اليوم. من يرى في نفسه بأنه تتواصف فيه نماذج تتوافر فيه نماذج هذه الشخصيات التي عرضها دكتور إبراهيم الخليفي لحد الآن بين التسلط والجفاف والود في حياته الزوجية والخضوع طبعا يريد لو تتصلوا فينا وتنقلونا خبراتكم على الهواء مباشرة. ناخذ مباشرة أخ علي من سلطنة عمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل.
عزيز تبغى تعرض على الدكتور موضوعي؟ نعم تفضل. عن حرمة يعني موضوعها يعني مختلف تماما عن الحريم. موضوعك مختلف عن موضوع الحلقة؟ لا يعني طابق الحلقة بس يعني الحرمة هذا ما أعرف كيف أتصرف معه يعني. وبغيت الدكتور يدلنا على طريقة. تفضل. يعني إذا مشيت معاها بالزين تعاكس، وإذا مشيت معاها بالشين تعاكس. هذا صلب موضوع الحلقة يا أخوي علي. نعم. هذا صلب موضوع الحلقة، هذا هو موضوع الحلقة. نعم. على العموم إنه يعني إذا نعمل زين هي تعمل شين، وإذا نعمل شين هي تعمل زين. فما عارف الطريقة اللي أمشي عليها، أريد الدكتور من فضله يعني يدلنا على طريقة. يعني في طريقة إذا عملتها أنت هي تعمل زين؟ نعم. يعني إذا عملت شين هي تعمل زين صح؟ أيوة، وإذا نعمل زين هي تعمل شين. يعني أنت 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 متأكد إنك إذا عملت شين هي تعمل زين؟ أيوة. أعمل شين على طول يا لا أنا ما يعجبني. ها؟ ما يحب. أنا ما يعجبني، ما يرضيني يعني. ما يمكن أنت تظن إن شين هو مو شين. يعني يمكن المرأة تريد أنك تحزم، يعني ما تظن أن شين هي، يمكن تحتاج تقولها يا مرأة اسميك 1 2 3. يمكن أنت إذا خيرتها تظن أن هذا ضعف منك. أنا ما أعلم، أنا بقول اللي تغلبه ألعبه، مدام في شيء يخليها تشتغل زين سويه. في ناس كذي، لكن الطريقة اللي مثلا أنا أكمل، بس أنت ما تقول لي أنا أضربها وتصير زينة. لا ما أضربها، لكن مثلا طريقة حادة أنا ما أريد أتعامل مع طريقة حادة أمام الأطفال. حاضر. عندنا أطفال، وإذا مثلا تعاملت أنت ودود. حاضر. أيوة. أنت ودود. أيوة. والود هذا هي تفهمك غلط صح؟ نعم صح. طيب خليك حازم مع الود. بس يعني أنا طريقتي في البيت وأمام الأطفال ما أحب أتعامل. الأولاد يحبوا يشوفوا حزم. الحزم ايش تعريف الحزم؟ مش الضرب الحزم؟ لا لان الحزم مش الصراخ الحزم؟ لا يعني انا ما اقصد من الحزم يعني باسلوب هادي، لا اذا اذا تعاملت بحزم باسلوب هادي هي تفهمه غير يعني ما تقبل الشيء هذا. تمشي يعني كويس؟ اذا كنت صارخ وانا الصراخ ما احبه الصراحه. غير متسلط اخ علي. نعم. انت تحتاج يعني انت الان هي انت ما تحب تصارخ؟ ما احب اصارخ. احنا نقول لك الحزم لا يعني الصراخ، بل ان اللي صرخ ليس حازم. بس انا اذا يعني اذا كنت صارخ هي تقبل الشيء هذا، لكن اذا كنت حازم طريقه هاديه ما تقبل هذا الشيء. طيب تسمع الرد اخوي علي مباشره ان شاء الله بعد ما ننهي مكالماتنا. عندنا ام عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. ام عبد الله معنا، ام عبد الله على الهواء. طيب معنا ام عبد الله؟ طيب ما معنا، خلينا نناقش اخ علي اول شيء وبعدين ما ناخذ مكالمه اخرى في الاثناء. اعطوني اياها اذا سمحتوا. اخ علي يبدو لي مش متسلط، ليس بمتسلط ولكن ودود. اذا احنا قلنا عنه خاضع. لا لا، اخ علي عنده مخاوف مكبلته من انه يتصرف على سجيته. يراقب الاولاد كثير يعني، هو وكثير مراعي الاولاد. ويبدو انها حست انه كثير مراعي الاولاد، فقاعدة تلوي ذراعه عن طريق الأولاد. أنا أقول يا هو نموذج شو طيب؟ أي نموذج نسميه؟ أخ علي يعني هو لازم يجد كيانه أولا بغض النظر عن الأولاد. نعم صحيح. يجد ذاته، أنت مين يا أخ علي؟ أنت مين؟ أنت مين؟ أحيانا زوجاتنا تعطينا بتساؤلاتهم بغضبهم تعطينا أسئلة. يعني افصح عن نفسك. تعطيك رسالة تقول لك أنت مين؟ نعم. يمكن قاعد تقول لك انت كثير قاعد تراعي الاولاد. طيب انت ما قاعد تهتم فيني كانسان. انت لازم تشوف ايش موضوعك مع نفسك. يعني اخ علي لما تقول لي انا لما احزم هي تستجيب، بس لما احزم واصرخ لا. طب ليس بها بمؤشر هذا دكتور؟ الا يؤشر الى شيء؟ لا انه هي قالت ما اسوي الشيء هي احيانا بعض النساء بسبب يعني سوء التنشئه ضعف التربية للأسف شديد، والأمية أو استفزاز الزوج في بعض البيئات الأمية أو استفزاز الزوج يعني يعني, يكون يعني للأسف شديد تظن أن الإكرام ضعف. صحيح. زين، وربما تورث. فإحنا بنقول أنت عليك جزء أنك تربيها يعني تأدبها، معنى تربيها تعلمها،
وعليك جزء كبير انك تهتم بنفسك انت، وانك ما يستضعفك وجود الابناء. يعني انت تصرف على سجيتك بحيث انك تحزم دون ان تصرخ، وممكن اللي يحزم دون ما يصرخ يقول اسمع الكلام بهدوء، اسمع مش اصرخ لكن هذا الكلام سينفذ. يلا مثلا في حال ان انت تعتقد انه هي قاعد تسوي شيء غلط او شيء محرم، تمام، لكن صراخ هذا ضعف، صح، صراخ ضعف. فانا اقول لا تراعي وجود الاولاد كثير، لانك انت ان شاء الله عاقل كما ما راح تسوي شيء يضرب الاولاد، ولكن في نفس الوقت كثر من التفاهمات اللي بينك وبينها، واحزم اذا اضطر الامر انك تحزم، ولكن الصراخ اعلم ان الصراخ يضعف من هيبتك وسلطتك. ام احمد من السعوديه، السلام عليكم. ام احمد، يا ام احمد، ناخذ ام فاطمه. ام فاطمه السلام عليكم من السعوديه. الو، السلام عليكم يا ام فاطمه. وعليكم السلام، تفضلي تفضلي أم فاطمة. نعم. فيها المكالمات من السعودية اليوم، يعني ما تصلنا بوضوح. طيب أعود إلى حضرتك دكتور، من جهزوا لنا مكالمة، كانت عندنا مكالمة من السعودية لكن انقطع الخط. نعم. بأخذ عبد الغني من إيطاليا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر الأخت والدكتور على البرنامج. تنقص التلفزيون أخوي عبد الغني لو سمحت. دكتور، أريد إيميل حتى أتمكن من مكاتبتك. يعني طيب، إذا كان إنسان جاف وعنده جاف وودود، جاف وودود، شلون جاف وودود؟ ما يصير. جاف وخاضع تقصد؟ جاف وخاضع، نعم. اي ما شأنه؟ هذا اختيار، ممكن يختار ذلك. لكن هذا الجفاف اتى به من اسره، من اسره، لانه عاش على الاسره. رجل ام امراه؟ الرجل. عليه ان يتزوج امراه قويه. نعم. ودوده. يحرص على الحرائر القويات الودود حتى تعينه. حتى نعم. تعينه. يتزوج امراه قويه فاضله. حتى تعينه، مش عيب. نعم. رأينا نماذج بزيجات وأولاد تربية ناجحة لرجال، يعني يحتاج إلى مرأة قوية تعينه، والمرأة القوية خير متاع الدنيا الصالحة. طيب. نعم أكيد. والإيميل موجود في الكاونتر لو حبيت. الحين تأخذ إيميل من عندهم أخ عبد الغني. نأخذ منى من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. كيف الحال؟ الحمد لله. بداية نشكركم على هالبرنامج. الله يبارك فيك. أشكر الدكتور إبراهيم. نعم. أنا صراحة عندي كثير كثير من الأسئلة، بس إن الأسئلة ما بتكفي الحلقة يا أختي، ما بتكفي في البرنامج، ما بسأل ولا سؤال. إن شاء الله أسئلة في الحلقات القادمة، لكن الحلقة اليوم لا تسع إلا لمحتواها. إذا عندك حلقة في المضمون أهلا وسهلا. أيوة، بس أنا بس عندي سؤال للدكتور إبراهيم. نعم. لأن أنا حابة مجال علم، يعني علم الأسرة، العلم الاجتماعي، التعامل مع الزوج، التعامل مع الأبناء، فحابة أعرف يعني كيف ممكن أحصل على هذا العلم، يعني إني شاء. يعني علم السايكولوجي هذا اللي هو دارسنا. طيب ان شاء الله يا اخت منى. وبس اذا ممكن الايميل الدكتور. ان شاء الله. حاضرين. ما سالتي في اطار حلقه اختي منى، وعدتين. سالت. ام حبيبه من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. ورحمه الله. والله انا خاضعه جافه. خاضعه جافه. وزوجي متصلب جاف. وفعلا اللقمه منه دي بتاثر على الاولاد كتير، لدرجه ان ما فيش حوار ما بيننا. طيب. ويوم ما يحصل فيه حوار، هو يعني الحوار بتاعه بالزعيق والاهانه، وانا لما اجي مثلا خلاص يعني عايزه افكته وخلاص، يعني انا عايزه انهي الحوار، يقول لي لا خلاص يبقى انت موقفك ضعيف. فانا ازاي اتصرف معاه؟ يعني انا مش الحين حدا اسمعي ام حبيبه مباشرة بتسمعي الرد. شكرا لك. ناخذ ام محمود من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. يعطيكم العافيه على البرنامج. الله طيب. الله يعافيك. بس بغي عندي سؤال حق الدكتور. تفضلي. ميزان اعمالك يا دكتور هذا البرنامج. الله يحفظك يا ستي. الله يسلمك. انا توني متزوجه، يعني ما كملت السنه تقريبا. الو. من قبل شخصيتي كانت وايد قويه بيت اهلي،
فزوجي من النوع اللي متسلط لكنه حنون يعني علي شوية. أنا صرت خاضعة بالنسبة له والكل يعني يشهد أن تغيرت شخصيتي. فهل هذا يعني يبشر بالخير؟ أو مع أن أحيانا يعني تصرفاته تضايقني وأزعل أنه هو شاد علي، بس بعدين أفكر شوية وأقول له أحسن. وتخضعين؟ أخضع. بس طيب، في مشكلة بيني وبينه يعني عاداته وتقاليده غير عنا إحنا طبعا. أي فهو أول شيء اللي يعني كل أسبوع تقريبا نتناجر عليه أنه شنو ما يرضى أن أنا أقعد باليمعة ويا عيال خالاتي وعماتي، وطبعا بالكويت عرفت الذكور يعني شلون؟ الذكور الذكور الخلطة إيه؟ الخلطة الاختلاط عنده. أيوة. وجهة نظر في الاختلاط. إيه؟ هو ما عنده كذي وحاكمني أني أقعد الدار بروحي. ف طيب، صح ولا غلط؟ ان شاء الله. طيب تسمعين ان شاء الله الرد. شكرا. شكرا شكرا جزيلا محمود، حياك الله. طيب نرد خوش اسئله، ايه خوش اسئله، ولان الوقت خلاص دهمنا وهذه يلا اخر مكالمه ممتاز. كانت خلينا نرد على الاسئله. نبدا بام حبيبه الخاضعه الجافه وزوجها المتسلط. لا انا مالي شغل في زوجها. تقول ما هي تورطت. هي تورطت الان. كيف اتعامل معاه؟ هي تورطت. ما هو احنا هذا السؤال كيف لان كل الموضوع سينصب عليها الان. ليش؟ لان هي الطرف اللي بيدنا والطرف اللي نقدر نحاوره. طيب حاورنا الخاضعة الجافة. فزي يا أم حبيبة أنتِ التي تملكين أن تتصرفي في المعلومة اللي أخذتيها الآن. إذا كنتِ خاضعة فواضح جدا أنكِ تحتاجي إلى شوية ممارسات قيادية. زين؟ في الحق. في الحق. تقودي في الحق. وإذا كنتِ جافة فهذا اختيار رديء. أنا يعني أكبر وأربأ بكِ كامرأة عاقلة أن تكوني جافة. اديها طراوة. مش يقول المصريين تديها مية تديك طراوة؟ نعم اديها طراوة، اديها مية تديك طراوة. تمام؟ يعني كلمة حلوة، لمسة، هدية، رسالة ود، اس ام اس، وردة. انت اشتغلي لنفسك مش له، لنفسك انت مش له، لان انت عايزة تغذي هذا الجانب الجاف في نفسك علشان تصيرين اطرى. واحنا رأينا بأمي عيوننا ناس كانوا جافين وتعلموا الطراوة، اكتسبوها من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سير الصالحات والاستماع إلى ما ينفعهم. تحول الإنسان، يتحول من جاف إلى طري. طيب فطري شوية. أما مسألة القيادة فاكتسبي المعرفة واستماعك إلى مثل هذه البرامج وتزودك بالمعرفة والمهارات حتخليك كذا. أما في مهارات أخرى عاد إحنا نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أنا أوعدكم أني أتكلم في باقي جوانب الشخصية الزواجية. اللي هي كيف أنت تصيري عندك القدرة أن تعرفي أن النقاش هذا ما عاد نقاش، صار جدال، فخليني أوقفه وأتبسم وأقول خير إن شاء الله. ثم كيف أختار وقت مناسب؟ ها والأزواج بينهم وقت مناسب حلو، ولا كان ما يجيبوا أولاد صح. بينهم ود وبينهم شاي وبينهم كلمة حلوة وبينهم كذا صح. وأجي مثلا وأحط شوية قواعد بدون تعسف. طيب والرجل يستلم المؤشرات أن زوجتي ترى قوية بس هي مختارة أن تخضع. تمام. يمكن هذا يقودنا للسؤال اللي وراء اللي هو أم محمود. أم محمود. أم محمود تقول أنه زوجها متسلط ودود وكانت قوية وتغير أصبحت خاضعة حتى تمشي الأمور. هذه البنت عاقلة. هذه البنت هي أوتوماتيك. جت قالت أنا أنزل. أنا أقول اللي يقدر ينزل يقدر يصعد. لكن لا طاعة لمخلوق معصية إلا في معروف. نعم. لا طاعة إلا في معروف. وأنا شايف زوجك يأمر بمعروف. يعني لما يقول لك والله أنا قلت قضية الخلطة بالشكل هذا أنا والله أكرهها، له حق، له حق أن يقول هذا الكلام. نعم. يعني أنت هو أنت إيش تقولي له؟ تقولي له صلة رحم، صلة رحم، مساك الله بالخير وفلان كيف حالك، شلون عيالك، الله يسعدك، حياكم الله. وقد يكون يؤدي مثل سلوكك هذا إلى أن يصير عندكم صالتين، مجلس صالة مجلس رجال ومجلس نساء، ولا مانع السلام عليكم السلام كذا كذا. نعم. حتى النساء يأخذون راحتهم. وإحنا دائما البيوت اللي تكبر ويدخل عليها الشنايل ويدخلون عليها مثلا أزواج البنات تنقسم تصير صالتين، هذا طبيعي عندنا في مجتمعاتنا. صحيح. مو بس مجتمعاتنا وبس، حتى في المجتمعات اللي هي غير مجتمعاتنا النساء يصيروا مع بعض يأخذوا راحتهم أكثر ويتساسروا ويضحكوا ضحك أكثر. يعني ضحك المرأة لما تكون مع المرأة غير وضحك الرجل لما يكون غير. فأنا أعتقد نعم. أنه أنت كقيادية طوري الود مرة أخرى واسمعي ما يأمرك فيه. إن كان وصل الأمر إلى انتقاص قدرك وسألتي تأكدتي لا تقبلي، ارجعي مرة ثانية إلى قيادتك. لا يهان أحد إلا بإذنه. صحيح. وأنا ما أقبل لك ولا أنت تقبل نفسك أن تهاني. ولكن أنا اللي سامعة منك أنك امرأة عاقلة خضعتي بوعين
والآن ملتزمة بكلام هو مش وجهة نظر لزوجك، زوجك أولا هو من حبه لك وغيرت عليك يخشى. وإحنا رأينا يا ستي في مثل هالاختلاطات تصير شوية مشاكل، إحنا شفناها يعني، شفنا في مثل هالاختلاط مثل أنواع من الاختلاط خاصة المسائل تكون مبحبحة. إنما لا مانع من أن تكون الجلسة يعني جلستين صالتين مع لقاء الأقارب، يعني السلام عليكم السلام يا ابن معه، ما حد واكل ماكل بنت خالته ولا بنت عمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، يعني الحمو يدخل البيت ها، أو تكون الخلطة مثلا مشبوهة أو غير يعني أو محرمة، لا صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا هو الموت. فأنت توازني أمورك يا ستي، وأنا أعتقد مستقبلك طيب، يعني أنت عمر زواج سنة، استمري بهذا الشكل وثقفي زوجك زين، ومارسي نوع من القيادية في الحق معه علشان يأمن هو أنه والله زوجتي قوية وحقانية عادلة. نعم. طيب نكمل بقية النماذج دكتور. أيضا عندي الخاضع الودود مع الخاضع الودود، إنزين خاضع ودود مع خاضع على السريع لأنه لم يضل الوقت. عندي خاضع ودود مع خاضع جاف، وعندنا يعني خاضع جاف، وعندنا خاضع جاف مع خاضع جاف. بشكل عام الخضوع يعني طول عمر الزواج، ولكن الزوجة بقيادية، يعني مثل هالزيجات تشجع واحد من الأولاد أن يأخذ المبادرة ويقود الأسرة، طبيعي جدا أن تيجي واحد يقول لك والله أنا أسرتي شوربة فلتانة، أبوي ما يدري عن إخواني وأمي ضايعة، فيجي هو يأخذ المبادرة، وهذه الأسر قد تطلع أولاد أقوياء بالذات إذا كان فيها خضوع وود. طيب تطلع أولاد أقوياء يأخذوا بالمبادرات وهم يقود أمه وأبوه، يصير هو رب الأسرة. طيب دكتور أفضل نموذج قبل أن ننهي الحلقة يعني، ولا شك إحنا لا شك أو النموذج اللي توصي فيه حضرتك، الذي أوصي به هو دوام الود وأوتوماتيكية السلطة. جميل أوتوماتيكية السلطة يعني، إن السلطة يعني مرة فوق ومرة تنازل. رسول الله قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قالوا صفهم لي. أنا في أحد الحديث يعني حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الموطؤون أكنافا. إيش يعني الموطؤون أكنافا؟ هذا الكنف، الكنف هذا رفعة الشأن. لما أنا لما أجي أوطب وعي وخلي الموجة تعدي أحيانا، هذا ذكاء، هذا ذكاء. أوطي كنفي بوعي، أتواضع بوعي، وأرد أصعد بوعي. الموطؤون أكنافا. عندما يكون الرجل من هذا النوع أنا أعتقد، والمرأة من هذا النوع أنا أعتقد، الزيجة ستكون عاقلة ومستمرة، لأن بها كذا زيجة يعني تكون الحياة لذيذة. إذن دوام الود وأوتوماتيكية السلطة. هذه هي النصيحة الختامية نصحنا بها دكتور إبراهيم الخليفي، إن شاء الله تكونوا كلكم، شكرا جزيلا لك أولا دكتور، بارك الله فيك، وإن شاء الله كلكم تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة، ونأخذ كلنا بهذه النصيحة دوام الود وأوتوماتيكية السلطة، وإن شاء الله تكون حياة زوجية ناجحة بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أنقل لكم تحية جميع أسرة موسوعة الأسرة، ولكم مني أجمل تحية. لقاؤنا يتجدد مع دكتور إبراهيم الخليفي دائما الأسبوع المقبل بإذن الله، مع حلقة جديدة ومفيدة من حلقات برنامج موسوعة الأسرة. لذلك الحين أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.